بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله عن العمليات المتعلقة بالمشتريات. شراء البضاعة أو ما يعرف بالمشتريات طبعا، وتصنف من الحسابات المدينة. المشتريات تصنف من الحسابات المدينة حسب القاعدة. هناخد مجموعة من الأمثلة متشابهة جدا، ولكن الفروق في قضية كيفية سداد ثمن البضاعة. أنا في عندي أربع خيارات. الخيار الأول، ممكن أشتري البضاعة وأسدد قيمتها نقدا طبعا بالكامل. الخيار الثاني، ممكن أشتري البضاعة وأسدد قيمتها بموجب شيك، يعني أسدد قيمتها إني أعطي التاجر شيك، وطبعا التاجر يحصل قيمة الشيك من حسابي في البنك. يعني وكأنه بقول إنه بشتري البضاعة وبسدد قيمتها في الحالة الأولى عن طريق الصندوق، الحالة الثانية بشتري البضاعة وبسدد قيمتها عن طريق حسابي في البنك، الطريقة الثالثة بشتري البضاعة بالأجل، أي بشتري بضاعة دين. مهم مصطلح كلمة دين. والطريقة الرابعة، بشتري بضاعة بكمبيال، بشتري بضاعة بكمبيال. الآن عشان أتعلم اللي هو طريقة إثبات أو تسجيل العمليات المالية المتعلقة بالمشتريات، لازم أحفظ المصطلح أو الصيغة ببنائها اللي أنا هقوله الآن. هقول بشتري بضاعة نقدا، أو بشتري بضاعة من خلال الصندوق. فكأنه لسان حالي بيقول بشتري بضاعة مشتريات، ومن خلال الصندوق اللي هو صندوق، فبصير عندي مشتريات وبصير عندي صندوق، بصير عندي مشتريات وبصير عندي صندوق. الآن حددنا أطراف العملية. كل المطلوب منا نحدد مين المدين ومين الدان. القاعدة بسيطة جدا، المشتريات مدين، يبقى إذن الصندوق دان. تعالوا نبدأ بالمدين. مين عندنا المدين اللي هو المشتريات؟ ابدأ بالمدين، هاي المشتريات. طيب مين عندنا الدان اللي هو الصندوق؟ القيمة 2000 دينار، هاي 2000 دينار وهاي 2000 دينار. أصبح القيد من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق. طيب تعالوا للحالة الثانية، تم شراء بضاعة أيضا مشتريات، سددت بموجب شيك اللي هو البنك. يبقى حددنا أطراف العملية، حدد مين المدين ومين الدان. المشتريات مدين، إذن البنك دان. نبدأ بالمدين. نأخذ المدين زائد سي، أي من حساب المشتريات، ويبقى البنك حيكون دائم، وفقط هنحط القيمة 2000 وهي 2000. طيب الآن نبدأ للحالة الثالثة، تم شراء بضاعة مشتريات، جيد. الآن على الحساب، بالمناسبة لما كنا نقول اشترينا بضاعة نقدا مشتريات وصندوق، اشترينا بضاعة بشيك مشتريات وبنك. طب اشترينا بضاعة على الحساب مشتريات ودائنون، كيف احفظ مصطلح دائنون؟ الآن المشتريات مدينة ولا دائنة؟ مدينة. يبقى الطرف الآخر حيكون دائن، وحضيف له واو ونون، حضيف له واو ونون. هاي الطرف الثاني، يبقى المشتريات مدينة، الطرف الثاني دائن، حضيف له واو ونون، وكأنه بقول دا. طلع شوف الشكل كيف صار، دائن واو ونون، صار دائن. طبعا هنبدأ بالمدين اللي هو المشتريات، هي المدين وهي الدائن وهي الدائن، والقيمة كما اتفقنا 2000. أعيد مرة أخرى لتثبيت هذه الفكرة،
بقول له تم شراء بضاعة مشتريات، اهي تم شراء بضاعة مشتريات، وعلى الحساب كيف حددها؟ هروح اقول له المشتريات مدين، يبقى الطرف الاخر دائن، واضف له واو ونون بصير دائن، وهي بطبيعتها دائن. الان نيجي للفقره اللي بعد او قبل الفقره اللي بعد، يفضل ان تحدد الدين لصالح مين. يعني بنروح بنقولها الشركه المتحده، لانه انا ممكن اشتري بضاعه من اكثر من تاجر، فلا بد ان احدد مين التاجر اللي اشتريت منه بضاعه، لانه هذا البضاعه دين واجبه السداد. فعشان هيك لازم احدد انه انا والله اشتريت بضاعه من الشركه المتحده وهي قيمتها 2000 دينار، عشان لما يجي وقت استحقاقها نسددها حسب الاصول. رتب الحل عشان نحدد الطرف المدين والطرف الدين. طيب نيجي للفقره اللي بعدها، تم شراء بضاعه مشتريات، جيد، بموجب كميه. انا اعلمك شيء، حين تم شراء بضاعه مشتريات بموجب كمبياله هي شكل من اشكال الدين بالمناسبه، ولكن دين بكمبياله، ولكن دين بكمبياله. طب ايش الفرق بين الدين اللي على الحساب والدين اللي بكمبياله؟ طبعا الدين اللي على الحساب هو اخف في التعاملات التجاريه، انا بشتري بضاعه من التجار بسدد جزء من ثمنها في الغالب، وهي تبقى جزء آخر، وهي العلاقة بينه وبينه بتكون علاقة اللي هو إيه، مبنية على الثقة الكاملة. الثقة الكاملة، أنا بشري بسدد جزء، بيتبقى علي جزء، بشري دين بسدد. لكن العلاقة في الكمبيالي بتكون الثقة بدأت تنعدم، خلاص بقول لك أنا لا بدك تشري بضاعة دين، اكتب على نفسك كمبيالي بتاريخ محدد، بتاريخ محدد، إذا ما سددتنيش بتعرض نفسك لمسؤولية قانونية. على العموم إحنا مش بصدد هذه التفاصيل، خلينا نتكلم اللي هو تم شراء بضاعة مشتريات وهي بموجب كمبيالة أوراق قبض. طب كيف هحفظها؟ هروح أقول له أنا اشتريت بضاعة، آسف أوراق دفع، حرف الدال، آسف أوراق دفع، أنا اشتريت بضاعة بديها، احفظ، بدي أدفع قيمتها، بدي إيش؟ أد وكأنه بقول أدفع، ها بدي أدفع. طبعا بكتب على نفسي كمبيالة واجبة الدفع اللي هو الشركة المتحدة. يبقى عندنا مشتريات، عندنا أوراق الدفع، طبعا مشتريات مدينة وأوراق الدفع حتكون دائنة. طب أنا حسألكم سؤال ونجاوبه مع بعض، ليش أوراق الدفع دائن؟ ليش أوراق الدفع دائن؟ جيد جيد، الإجابة صحيحة. أحد الطلبة قال لي إنه أوراق الدفع دائنة لأنه المشتريات مدينة، مدام أنا حدد الطرف، الطرف الآخر مباشرة حيكون اللي هو إيش، معاكس له. طيب ممكن أنا أجاوب إجابة أخرى؟ طبعا الإجابة هذه سليمة صحيحة 100%، ممكن أجاوب إجابة أخرى؟ ممكن، وطبعا حنتعلمها المحاضرات الجاية. تمام، خلينا الآن نكتب القيد تاعنا، طبعا المشتريات مدين وأوراق الدفع اللي هو دائن. بكل بساطة الحل، يبقى الطالب اللي استطاع أن يحل فقرة استطاع يحل الأربعة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.